ازيك يا سنان؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده باذن الله هنتكلم عن الدرس الثاني في الوحده الاولى، هي الاقاليم المناخيه. زي ما انتوا عارفين ان احنا لازم برضو نعرف ايه هي الاقاليم المناخيه والمناخ. ده كنا واخدينه السيشن اللي فات وقلنا عباره عن حاله الجو لفتره زمنيه، برافو عليك يا شباب، طويله، من حيث حراره ورياح وامطار وضغط جوي، صح ولا لا؟ طب تعالى كده نشوف يا ترى المناخ دوت. انت عارف ان المناخ ده ربنا خلقه هو اساس التنوع والتكامل للارض، الحياه الارض اللي احنا عايشين عليها. ربنا خلى المناخ ده متنوع عشان يحصل تنوع لأشكال الحياة كلها. أنا عايز أقول لك كمان إن المناخ ده أهم عناصر النظام البيئي اللي إحنا عايشين فيه، وأكثر تنوع وأكثر تأثيرا في البيئة كلها. طب ما تيجي كده يا عم الحاج كده نتكلم عن الأقاليم المناخية. يعني إيه إقليم مناخ؟ الإقليم المناخي يا شباب عبارة عن منطقة متصلة أو منفصلة عن سطح الأرض، بس المنطقة المتصلة أو المنفصلة دي بتتشابه في خصائصها المناخية من حيث حرارة ورياح وأمطار. يبقى الإقليم المناخي يا شباب عبارة عن منطقة متصلة أو منفصلة من سطح الأرض وبتتشابه في خصائصها المناخية من حيث حرارة ورياح وأمطار. طب احنا كده عرفنا تعريف الدرس بتاعنا. طب يا ميس هبة، ايه الأقاليم المناخية؟ يعني عرفيني كده، هل يا ترى الاقاليم المناخيه في العالم اللي احنا بنعيش فيه واحده؟ لا طبعا يا شباب بتختلف. تعالى كده نتكلم عن اول حاجه. انت عارف ليه العلماء قسموا الارض دي الى اقاليم مناخيه؟ عشان برضه يمسيبها تسهل علينا دراسه ايه؟ دراسه المناخ، يسهل علينا نعرف المنطقه دي لو انا مثلا مسافره منطقه معينه اعرف يعني المناخ هنا ايه واقدر ان انا اتاقلم عليه. طيب يبقى يا شباب العلماء قسموا الارض اللي احنا عايشين عليها الى اقاليم مناخيه عشان يسهل علينا دراسه المناخ. طب انت عارف اسسوا اسس تصنيف الاقاليم المناخيه؟ عمل اول حاجه بتتصنف على حسب تشابه درجه الحراره، تشابه كميه الامطار، وتشابه نوع الرياح. يبقى يا شباب اسس تصنيف الاقاليم المناخيه بتتشابه حسب درجه الحراره، تتشابه حسب كميه الامطار، وتتشابه حسب نوع الرياح. طب تعالى كده نتكلم عن اول حاجه من الاقاليم المناخيه الحاره. الاقاليم المناخيه الحاره يا شباب بتنقسم الى عده اقاليم. اول حاجه يا شباب الاقليم الاستوائي، تاني حاجه الاقليم المداري اللي هو السوداني، وتالت حاجه الاقليم الموسمي، ورابع حاجه الاقليم الصحاري الحاره. كل اقليم من الاقاليم دي هنعرف هي موجوده في دائره عرض ايه وايه خصائص المناخيه بتاعتها ايه. تعالى كده نتكلم عن اول حاجه هو الاقاليم المناخيه الحاره، هندرس فيها الاقليم الاستوائي. الاقليم الاستوائي يا شباب بيقع ما بين دائرتي عرض من 10 شمالا و10 جنوبا، 10 شمالا و10 جنوبا. طب الاقليم الاستوائي يعني معنى كده يمسيبها عند دائره الاستواء. طب تعالى كده نشوف خصائص الاقليم الاستوائي دوت. الاقليم الاستوائي يا شباب حار ممطر طول العام، حار ممطر طول العام، يعني الجو فيه حر وبيمطر طول السنه. الرطوبه بتاعته عاليه جدا 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 طول السنه. طب هو ليه يمس حرارته مرتفعه جدا وامطاره كتيره؟ عشان موقعه بالنسبه لدائره الاستواء. طبعا كل ده يا شباب الاقليم الاستوائي هو اللي حوالين دائره الاستواء اللي هو بيقع ما بين 10 شمالا ل 10 جنوبا، 10 شمالا و10 جنوبا. تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا اول اقليم استوائي. الدرس ده محتاج منك حفظ برضه وتركيز. تمام، تعالى نتكلم على الاقليم الثاني، هو الاقليم المداري اللي هو الاقليم السافانا. اقليم المداري يا شباب بنقول عليه اقليم بيقع ما بين دائرتي عرض من 10 شمال 10 ل 18 شمالا وجنوبا، يعني يا شباب في المنطقه دي كده. تمام كده، يبقى الاقليم المداري يا شباب بيقع ما بين دائرتي عرض من 10 ل 18 شمالا وجنوبا، يعني يا شباب بصوا كده معايا على الماوس بتاعتي، هيبقى هنا في الحته دي كده والحته دي كده، يعني يا شباب هنا جنوب افريقيا وكمان الوسط بتاع افريقيا واجزاء من اسيا واوروبا برضو حبه منها، يعني زي الالوان اللي موجوده عندك كده باللون الاخضر الفاتح شويه. يبقى الاقليم المداري يا شباب من 10 ل 18 شمالا وجنوبا دائره الاستواء. طب تعالى كده نشوف خصائص المناخيه. الاقليم المداري يا شباب حار طول العام وممطر في الصيف، بنسميه بالاقليم المجنون ان هو عشان بيمطر في الصيف، يبقى حار طول العام وممطر في الصيف.
الامطار بتاعته بتقل تدريجيا كلما ابتعدت عن دائره الاستواء. الامطار بتاعته مالها يا شباب؟ بتقل تدريجيا كلما ابتعدت عن دائره الاستواء. ده بالنسبه للاقليم المداري. طب تعالى كده نتكلم على الاقليم اللي بعده، هو الاقليم الموسمي. الاقليم الموسمي يا شباب موجود في المنطقه دي بس. بص معايا كده بالماوس، هنا جنوب شرق اسيا. جنوب ايه؟ شرق اسيا. المناخ بتاعه حار ممطر في الصيف، بارد في الشتاء. كمان مرة، الإقليم الموسمي ماله؟ حار ممطر في الصيف وبارد في الشتاء. تمام كده، ده بالنسبة للإقليم الموسمي. طب آخر كده إقليم من الأقاليم الحارة هو الإقليم الصحراوي الحار. الإقليم الصحراوي الحار يا شباب من 18 ل 30 شمالا وجنوبا. من كام لكام يا شباب؟ من 18 ل 30 شمالا وجنوبا. طب المناخ الصحراوي الحار ماله يا مسيبة؟ قال لك شديد الحرارة في الصيف وشديد البرودة في الشتاء ونادر المطر. طب ليه نادر المطر او ليه يمس هبه شديد الحراره في الصيف وشديد البروده في الشتاء؟ عشان بسبب المدى الحراري اليومي والسنوي كبير جدا. طب تعالى كده يا عم الحاج كده معايا، يبقى احنا كده يا مس هبه انت قلت لنا هنا عند دائره الاستواء، شايف بالالوان كده معايا؟ بص انا بقى انا زي زيك، تعالى كده بص الاقليم الاستوائي هتلاقي كل الاخضر دوت عند دائره الاستواء. تمام كده، تعالى كده نشوف الاقليم المداري اهو، اللون الفاتح دوت هنا وهنا وهنا. في طبعا انتوا عارفين القارات يا شباب، هنا افريقيا وامريكا الجنوبيه في اجزاء منهم اقليم المداري وهكذا. تمام كده، وبرده قلنا الاقليم اللهم صل عليك يا محمد الموسمي في جنوب شرق اسيا، والاقليم الصحراوي هنا زي ما انتوا شايفين يا شباب. الاقليم الصحراوي من قلنا درجته بيقع ما بين دائرتي عرض كام يا شباب؟ اسمعاك وبرافو عليكم يا شباب، قلتوا لي يا مسيبه من 18 ل 18 ل 30 شمالا وجنوبا. وطبعا بيقول الاقليم الصحراوي الحار ده غرب القارات، بيقع معظمه فين؟ غرب القارات. طب انت قلتي يا مسيبه في نص الكلام كده مدى حراري يومي، يعني ايه مدى الحراري اليومي؟ المدى الحراري اليومي يا شباب هو الفرق ما بين متوسط درجه حراره النهار والليل. طب ما انتوا عارف يا شباب، انت عارف ان اليوم بتاعنا ليل ونهار. المدى الحراري اليومي ده هو متوسط درجة حرارة الليل والنهار. طب تعالى كده نشوف المدى الحراري السنوي. سامعاك، برافو عليك، ذكي ذكي، برافو عليك. يبقى المدى الحراري السنوي الفرق ما بين متوسط درجة حرارة الشتاء والصيف. ممتازين يا شباب، كده كده خلصنا الأقاليم الحارة. طب هسألك سؤال كده وعايزة حد يقول لي آخر الحصة بتاعتي يجاوب عليا، الأقاليم الحارة بتقع ما بين دائرتي إيه؟ ايه وايه؟ مستنيه منكم اجابه السؤال دوت. تمام كده، طب تعالى كده معايا نتكلم على الاقاليم اللي بعديها، هي الاقاليم المناخيه الدفيئه. الاقاليم المناخيه الدفيئه يا شباب اول حاجه تعالى نتكلم عن بتقع ما بين دائرتي عرض ل 30 ل 45، من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. طيب الاقاليم المناخيه الدفيئه دي شرق القارات بنسميه الاقليم الصيني، و او بنسميه الاقليم المعتدل الدفيء، ووسط القارات الصحراء المعتدلة، وسط القارات الصحراء المعتدلة، وغرب القارات إقليم البحر المتوسط هو الإقليم بتاعنا. تعالى كده نتكلم على كل إقليم من الأقاليم بتاعتنا دي يا شباب، الأقاليم المعتدلة الدفيئة اللي تقع ما بين دائرتي عرض من 30 ل 45. طب تعالى كده نتكلم على الإقليم، أول إقليم سوري، نرجع تاني على إقليم البحر المتوسط. إقليم البحر المتوسط يا شباب بيقع ما بين دائرتي عرض، بيقع ما بين دائرتي عرض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. اقليم البحر المتوسط يا شباب غرب القارات، يبقى تاني اقليم البحر المتوسط المناخ بتاعنا يا مس هبه بيقع ما بين دائرتي عرض ايه؟ من 30 ل 45 شمالا وجنوبا، ده بيقع غرب القارات. المناخ بتاعه يا شباب حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. تاني، حار جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. طب تعالى كده نتكلم على الاقليم اللي بعده، هو الاقليم المعتدل الدفيء اللي هو شرق القارات، الاقليم الصيني. تمام كده، طب بص معايا بس قبل ما نخش على الاقليم الصيني، عايز اقول لك ان اقليم البحر المتوسط اهو في الحتت دي زي ما انت شايف باللون الموف، وكمان هنا في غرب امريكا الشماليه، وكمان برضو نفس الكلام غرب استراليا. هتلاقيه موجود اكتر حاجه بيبقى المكان بتاعته اللي احنا شويه نجيبه في الامتحان بيبقى عند المنطقه دي، ده اقليم البحر المتوسط. طب الاقليم المعتدل الدفيء اللي هو شرق القارات اللي هو الصيني، اقليم المعتدل الدفيء انت قايله لي كل الاقاليم دي الاقاليم دي بتقع ما بين دائرتي عرض 30 ل 45 شمالا وجنوبا، بس الاقليم المعتدل الدفيء يا شباب بيبقى شرق القارات. شرق ايه؟ القارات. طب المناخ بتاعه ماله؟ حار وغزير المطر في الصيف، حار وغزير المطر في الصيف. وفي الصيف يا شباب في الصيف، وفي الشتاء بيبقى دافي، في الشتاء بيبقى دافي، يبقى حار وغزير المطر في الصيف وفي الشتاء بيبقى دافي. زي ما انت شايف كده اقليم المعتدل الدفيء بيبقى في شرق، انت قلتي شرق القارات، يبقى شرق اسيا
وشرق أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الجنوبية وشرق أفريقيا وشرق أستراليا. أنت قلتي شرق القارات، تمام كده يا شباب؟ حاجة صعبة في الكلام دوت. طب تعالى كده نتكلم على الإقليم اللي بعده، هو إقليم الصحاري المعتدلة. إقليم الصحاري المعتدلة ده بيقع ما بين برضو دائرتي عرض من 30 ل 45 شمالا وجنوبا. إقليم الصحاري المعتدلة ده يا شباب بيبقى داخل القارات، داخل القارات. المناخ بتاعه ماله؟ قال لك بارد وجاف في الشتاء، بارد وجاف في الشتاء، وقليل المطر في الصيف، وقليل المطر في الصيف. زي ما انت شايف كده اقليم الصحاري المعتدله، زي ما انت شايف الالوان بتاعته موجود فين؟ في وسط او داخل القارات، في اسيا هم وامريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، تمام، واجزاء طبعا من اسيا سوري استراليا وافريقيا. ده بالنسبه لاقليم الصحاري المعتدله. طب تعالى كده نتكلم على الاقليم اللي بعده، هي الأقاليم المعتدلة الباردة. الأقاليم المعتدلة الباردة يا شباب بتبقى ما بين دائرتي عرض من 45 ل 60 شمالا وجنوبا، من 45 إلى 60 شمالا وجنوبا. شرق القارات هنلاقي فيها إقليم اسمه المعتدل البارد، المعتدل البارد. وسط القارات إقليم القاري البارد. غرب القارات إقليم غرب أوروبا. تعالى كده نتكلم على أول إقليم من الأقاليم الباردة عندي، اللهم صل عليك يا محمد، اقليم غرب اوروبا. اقليم غرب اوروبا يا شباب بيمتد ما بين دائرتي عرض من كام؟ من 45 الى 60 شمالا وجنوبا. قلنا ده بيمتد غرب القارات، يعني ناحيه الغرب يمين يا شباب، ناحيه ايه؟ الغرب، غرب القارات، تمام كده؟ يعني شايف زي كده، شايفين اوروبا، تمام، غرب اوروبا اهو، غرب اوروبا ده موجود اهو في غرب اوروبا، 45 ل 60 شمالا وجنوبا. طيب اقليم غرب اوروبا ده يا شباب الخصائص المناخيه بتاعته مالها؟ قال لك دافئ في الصيف ومعتدل بارد في الشتاء، الامطار بتاعته طول العام. طب ليه امطاره طول العام يا شباب؟ عشان بيقع في نطاق الرياح العكسيه الغربيه. في رياح ايه؟ العكسيه الغربيه، دي تبقى ممطره طول العام. يبقى اقليم غرب اوروبا يبقى يا شباب ماله ممطر طول العام بسبب الرياح الغربيه او العكسيه الغربيه. المناخ ده دافئ في الصيف ومعتدل بارد في الشتاء، معتدل بارد في ايه؟ في الشتاء. هنتكلم عن اخر اقليم من اقاليم البارده، هو اقليم البارد، سوري لا الاقليم الثاني، اقليم المعتدل البارد شرق القارات. اقليم برضو نفس الكلام كلهم يا شباب في دائره عرض واحده اللي هي من 45 ل 60 شمالا وجنوبا. اقليم معتدل البارد ده شرق القارات، اقليم معتدل البارد شرق القارات. طب تعالى كده نشوف خصائص المناخيه، ممطر طول العام، طول العام بيمطر، معتدل في الصيف وبارد في الشتاء، ممطر طول العام، معتدل صيفا وبارد في الشتاء، تمام كده يا شباب؟ ده بالنسبة إقليم شرق القارات اللي هو المعتدل البارد، تمام كده يا شباب؟ زي ما انتم شايفين كده المعتدل البارد موجود فين؟ اهو شرق القارات، شرق آسيا، شرق أمريكا الشمالية، و ده بالنسبة لإقليم المعتدل البارد. طيب تعالى كده نتكلم عن آخر إقليم في الأقاليم الباردة، هو الإقليم القاري البارد. القاري البارد ده من 45 إلى 60 شمالا وجنوبا، ده بيبقى داخل القارات، داخل القارات. الإقليم ده ماله؟ قارس البرودة في الشتاء وقليل المطر في الشتاء، يعني بارد جدا بس المطر بتاعه قليل في الشتاء، ودافئ ممطر في الصيف، ودافئ ممطر في الصيف. يبقى القاري البارد يا شباب قارس البرودة في الشتاء وقليل المطر في الشتاء ودافئ ممطر في الصيف، دافئ ممطر في الصيف. ده بالنسبه لاقليم القاري البارد، تمام كده يا شباب؟ اهو اقليم القاري البارد اهو زي ما انتم شايفين هنا اهو في اسيا وامريكا الشماليه، تمام. ده بالنسبه لاقليم القاري البارد. طب تعالى كده معايا نتكلم على اخر اقاليم، هي الاقاليم البارده، اسمه التاندرا والجبلي. اسمه ايه يا شباب؟ التاندرا والجبلي. تعالى كده نشوف اول اقليم من الاقاليم البارده. الاقاليم البارده كلها من 60 ل 90 شمالا وجنوبا، نتكلم لكام؟ من دائرتي عرض 60 ل 90 شمالا وجنوبا. تعالى كده نشوف اقليم التاندرا بيقول عليه ايه. خصائصه المناخيه، الصيف بتاعه قصير وبارد وممطر قليل، ممطر قليل في الصيف والصيف بتاعه بارد وقصير. الشتاء بتاعته طويله وبيسقط فيها التلج، بيسقط فيها التلج. طب الاقليم الجبلي، انت قلت لي يا مس هبه ان انا كلما ارتفعت الى اعلى، كلما ارتفعت 150 متر بتقل درجة الحرارة 1 درجة مئوية، يعني معنى كده يا شباب ان قمم الجبال والمنحدرات بيغطيها التلج، صح؟ يبقى معنى كده ان اقليم الجبل ده شديد البرودة وبيغطي المنحدرات الجبلية الجليدية. انت كنت قايله لنا الكلام ده قبل كده اصلا في الدرس الاولاني. يبقى يا شباب الاقليم الجبلي برضو يا شباب من دائرتي عرض 60 ل 90 شمالا وجنوبا، الخصائص المناخية شديد البرودة وبيغطي المنحدرات، بيغطي الجبال دي التلج. بكده يا شباب نكون خلصنا درس النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في حصة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.